هشام حمدان. مساء الخير، مساء الخير واهلا وسهلا فيكم لكل اللي عم يحضرونا اليوم ببيوتهم بالحلقه الاولى من الحله الجديده لبرنامج حرتقجه ذا شو. مثل ما شايفين حله جديده لبرنامج حرتقجه، حله بتشابه بروجرامات الليت نايت شوز بامريكا، اكيد بتشابه الفورميات اللي صار لها 20 سنه بامريكا بتشكل حضاره بحد ذاتها، مثل لناس عمالقه مثل جاي لانو، مثل كونان اوبراين، مثل ديفيد لاترمان ومثل جيمي فالن. اليوم بلبنان عم نجرب نعمل تجربة مماثلة للبرامج الأمريكية، إن شاء الله تنجح وتنال رضا الجمهور. بهالمناسبة بدي أشكر كل اللي ساهموا بإنجاح الموسمين الأولين من برنامج حرتقجة بالحلة القديمة. بدي أشكر أكيد ليال وماهر والباند اللي رفقتنا بأول موسم، الأرابيك فيوجن باند. أكيد للجمهور اللي عم يحضر اليوم ببيته عم بيلاحظ أنه في تغييرات كتير بالبرنامج، أهم تغيير هو الديكور، أيضاً في تغيير بدي بلش أعرفكم شوي على الخطوات اللي أخذناها لتحسين فورما البرنامج. أول شيء رجعنا جبنا الجمهور، زقفة للجمهور. هيدا المفارقة الطريفة أنه دايماً الجمهور أكتر شيء بزقف لحاله، يعني بس قل له زقف لحالك اقوى واحد زقفوا لي للجمهور. ايضا الاضافه الثانيه اليوم كمان من اول وجديد صار معنا باند، ولكن باند من نوع اخر. بدي رحب اول شيء باعضاء الفرقه الموسيقيه الميوزيشنز فادي ناجي وحيدر، اول شيء سمعوني زقفه لهم. اما المغني بهيدي الباند تركوا انا مفاجاه بحد ذاته. انتم معودين بكل البرامج الاخرى اللي فيها باندات واللي فيها موسيقى، معودين بحلقه تكريميه دائما للفنان الخالد وديع الصافي، الجبل اللبناني وديع الصافي. نحن صراحه بحرتاجه الحله الجديده كل حلقه راح تكون تكريميه للفنان وديع الصافي، لانه مغني الباند اللي معنا اسمه وديع، مثل ما شايفين اسمه وديع، لا اسمه وديع محاسب مش انه احنا زبطناها، اصلع مثل الفنان وديع الصافي الله يرحمه، اكيد ما نحن قصينا له، هو اصلا يعني. وايضا بالفيزيكلي يعني جسمانيا مشابه، ايضا عندك شويه وزن زايد يعني مع عود الكتريك، انت مبين اليوم مثل هيك كنايه عن سوزي للفنان المرحوم وديع الصافي، ولكن ودار مع عود الكتريك. وديع حتى ما يفكروا العالم انه بس عم نحكي بالشكل، شو رايك دغري نسمعهم شو عم نحكي بالمضمون؟ يلا نسمع اوف وغنيه، نسمع اوف وغنيه سالفه كثير كبيره لوديع محاسب. صراحة هيدا وديع محاسب، بكل حلقة الحلقة تكريمية للفنان وديع الصافي، هيدا الشيء بعتقد ما شفتوه بولا برنامج آخر، لأنه حتى لو نحن اليوم عم نعمل فورما مشابه للليت نايت شو،
إلا ولأنه لازم يكون في لمسة لبنانية، تراث اللبناني لازم يكون دائما حاضر معنا، وهذا دورك يا وديع، إن شاء الله دائما بتتوفق بكل الحلقات. هيدا كانت التغييرات اللي ألمت بحلة حرتقجة الجديدة على صعيد الشكل، على صعيد المضمون الحرتقات هي ذاتها الانتقادات وقت اللي لازم تكون هي ذاتها، وأيضا الطابع الكوميدي رح يكون هو ذاته. شو رأيكم اليوم نبلش بأول موضوع رح نحكي عنه بحلقة الليلة؟ شو هو الموضوع اللي دائما اليوم بلبنان كل ما اجتمع اثنين بيحكوا عنه؟ ما بعرف، شو رأيكم؟ ما اجتمع اثنان في لبنان إلا وكان، لا مش الشيطان، شيء قريب، داعش ثالثهما. يلا زافي لداعش. هلو. أكيد أكيد كان ما في مجال إنه ما نبلش حلقتنا الأولى بإنه نحكي عن داعش. هيدا الشيء، هيدي الكلمة اللي كل اللبنانيين اليوم يعني بيحكوا عنها، ما في اثنين بيقعدوا إلا ما بيحكوا عن داعش. هلا بتعرفوا في كتير ناس قالوا لي إنه معقول تبلش أول حلقة عن داعش، منك خايف، منك خايف يأذوك، منك خايف يعملوا لك شيء. صراحة مش فكرتي، هي فكرة المخرج، سو يستفلوا منهم قالوا، أنا ما إلي علاقة. يعني هي شوي المخرج، دور المخرج ومديرة المسرح كمان ساهمت. يعني صراحة إذا بدهم مني شيء فيهم يشوفوا، لا هو للصراحة لأنه أنا ماني جاي أحكي عن داعش بالعاطل، راح أحكي عن داعش بالمنيح. والله العظيم راح أحكي عن داعش بالمنيح. شو بكون؟ لك شو بكون عم تضحكوا؟ راح أحكي عن داعش بالمنيح، ما عم بمزح معكم، ده هالقد بتضحك قصة؟ لا عن جد راح أحكي عن داعش بالمنيح. أنتم معكم خبر إنه دائما عم نحكي عن حكم داعش إذا نجحوا إنه يقدروا يوصلوا على بيروت إنه شيء عاطل. أنا بصراحة لا قدرت أجيب منها إيجابيات كتير، والله العظيم في كتير إيجابيات. مثلا هلا اليوم إذا حكموا داعش، اليوم لبنان بلا رئيس، إذا حكموا داعش راح يصير عندنا أمير بعد أقوى من الرئيس، يعني عن جد أقوى من الرئيس. بعدين لحظة، إذا حكموا داعش أهم شغلة راح تصير منيحة، راح يبطل في عجقة سير، لأنه راح يصير كلنا على الأحصنة. لا عن جد، ولما نصير كلنا على الأحصنة راح تنحل كتير مشاكل معه، راح تنحل مثلا مشكلة التلوث، راح يبطل في تلوث السيارات، راح تنحل مشكلة الصفات. هلا بتصير تلاقي صفة وين ما كان إذا معك حصان، يعني ما توحشوني بهالكلمة. بعدين أهم شغلة راح تنحل قصة التفشيخ بين اللبنانية بالسيارات، لأنه بس نصير كلنا على الأحصنة راح يبطل في ناس تفشق بعضها بالسيارات. أو لأنه شو ما بقول تزبط، يقول له مثلا مان أنا معي حصان 300 حصان. هو حصان ما بيزبط إلا بعدين ماركات ما فيه، عرفت كيف؟ بعدين ما بقى حدا يزرع حاله بالحلاقة، يعني ما تأخذني بالكلمة، لأنه ما بقى حدا يحلق، عرفتي؟ لأنه كله بدنا يترك دقونه. بس المشكلة أنه حتى لو في إشياء سلبية، في إشياء سوري، حتى لو في إشياء إيجابية رح يكون في إشياء كتير سلبية. لا عن جد ما بدي أزعلكم، بس في إشياء كتير سلبية. يعني مثلا ممنوع نحضر هاي فوابة، عن جد ممنوع نحضر هاي فوابة، ممنوع نحضر إليسا، ممنوع نحضر ميريام كلينك، ممنوع نحضر باسكال مش علاني ممنوع، شوفوا لأي درجة، عن جد ممنوع كل هول الفنانات ممنوع. طيب شو نحضر يا أخي؟ كلودا الشمالي. كلودا الشمالي بدل هاي فوابة جاهدة وهبة مثلا، بصير كيف ضلك تدبر حالك. على فكرة الفيسبوك بيصير بس للرجال، البنات شو بيصير عندهم؟ آيس بوك. لا عن جد والله، لا مش أنا ما عم خبرية، هي مزبوطة، مش إنه عم بتسأل عليكم، لها خبريات مزبوطة. حتى إنستغرام ببطل موجود، إنستغرام ودع، بيصير استغفر الله العلي العظيم. وعلى فكرة أهم شغلة سلبية رح تصير إنه بيتغير النشيد الوطني. بس هلا داعش فكرت كتير إنه شو بدها تعمل النشيد الوطني، بس رجعوا لقوا، يعني لقوا، قدروا يلاقوا غنية أوريدي حاضرة لتكون هي النشيد الوطني. لا عن جد داعش ملاقي غنية لفارس كرم تكون هي النشيد الوطني، ليبقى كتير لداعش. لا تبح لك عنتر وهديك راسه والسبع يلا خلينا كلنا نغني النشيد الوطني الداعشي كلنا، بليز وقفوا، بليز اعملوا معروف، يلا يلا، لانه حتى نحضر حالنا بركي صارت ببدا. لك عنتر وهديك راسه والسبع الاخبار لا فيك دراسه وتصير لك كسره وقت الحراسه في النشيد الوطني. لا عن جد يعني، والحلو انه النشيد الوطني داعشي اكيد حافظينه اكثر من النشيد الوطني اللبناني، يعني اكيد انتم كلنا للوطن مش حافظينه قد لتبحلك عنتر، انا بشارط اصلا النواب اللبنانيين مش حافظين كلنا للوطن،
انا حتى كولونال الوطن صراحه ملاقيها صارت كثير اوت ديتد، يعني كثير قديمه اولد فاشن، انه ليش عم نغني كولونال الوطن اذا اصلا نصنا هاجر؟ لا عن جد لازم يصير النشيد الوطني ربعنا للوطن عن جد انا هيك برايي لازم يصير، انه كلنا للوطن. وين كلنا؟ ما بقى في حدا. ريفا بعد في حدا؟ وحياتك ما بقى في حدا. بيعجبني بريفا بس تشارك بالستاند اب تبعها. لا بتعطي ليك بتعطي من قلبها يعني بد ما شو اسمه. لا شيء حلو. هلا خطرت براسي النسوان بداعش كيف بيناموا اولادهم؟ كيف بيناموا اولادهم النسوان بداعش؟ لا عن جد بتعرفوا ايش مزبوطه هاي. يلا تنام يلا تنام لا تذبح لك ابن الجيران. لا عن جد مزبوطه هذه. لا والله لا. لانه مش كل ما احكي شيء يعني انا انه عم بسليكم. لا بس بقى بدي اخبركم خبريه. انتم شايفين المقدمين البرامج كيف راح يصير شكلهم بس تحكم داعش؟ معنا مقدم برامج بتلفزيون داعشي مستضيفينه. اهلا وسهلا بدعوش الادعش. اهلا. هلا ما بيحكي كثير بس خلي حدنا ما بيأثر. مقدم برامج من زمن داعش رح يشاركني تقديم الحلقة للآخر. لا عن جد بدي أقول لكم شغلة، هيدي كل اللي حكيناه هو بس محاولة لنجرب نعمل من هالشي اللي جاي على بلدنا اللي كتير بخوف شي بيضحك. يبدو أنه نجحنا، ولكن ما فينا نختم هيك موضوع إلا بتحية، وتحية كتير كبيرة للجيش اللبناني. يا عسكر لبنان يا حامس الهلال عالج بينك بالميدان وعلي ارض جبالنا. تسلم يا عسكر لبنان يا حامس الهلال عالج بينك بالميدان وعلي ارض جبالنا. هيدي كانت تحيه للجيش اللبناني وايضا شهدائه اللي عم بيسقطوا اسبوعيا ويوميا بساحه المعركه بالميدان بمنطقه البقاع دفاعا عن الحدود اللبنانيه بوجه الهجمات التكفيريه. بدي اختم هيدي البارتي بفوكس بوب عملناه على الطريق لنشوف العالم شو بتقول وشو قالت. اذا وصلت داعش على لبنان شو بيصير؟ ريبورتاج لكم يلا. شو بيصير اذا حكم داعش لبنان؟ تنهار لبنان كلها مثل ما انهارت سوريا. اذا في داعش بلبنان معناته ما في لبنان. اذا ما في لبنان ما في شرق اوسط. شو بصير لبنان اذا حكموا داعش؟ بصير يسود قبر الجحش ومتى غير خليها هيك هو واللي معه واللي عم يشدوا على ظهر مشايخنا اياه. بترجع بعد بكره ايام بيرجع يقولوا الله وقد كنا احنا واللي صحيين بلبنان نفهم على بعضنا. اصلا اول شيء ما فيها. شو بصير إذا فات داعش على لبنان؟ ما راح يفوتوا. إذا فاتوا شو بصير؟ ما راح يفوتوا. طب إذا فاتوا؟ ما راح يفوتوا. بنحكي بشيء ما راح يصير. الفنانات شو بصير فيهم إذا فاتوا داعش؟ الفنانات بيلاقوا شغل أكثر بس شغل مخبى وبيطلعوا مصاري أكثر. هودي هلا هن يمكن معقول كثير، يمكن معقول كثير لأنه هن عندهم بشريعتهم انه اذا الواحد بيطلع على الجنه عنده الحريات، يمكن ها من ضمنهم يكون مين بيعرف. العالم العاديه بتروح عليهم بس الفنانات كل العالم. كيف بتصير تلبسها انت؟ ما بقى بتشوفني. ما بقى بتعرف امك من خيتك من خالتك. الفنانين شو بصير فيهم الفنانات؟ بفنوا تحتهم كبار وصغار، بنات ونسوان هن هلا على طول عم بفنوا بدون شيء، بدون داعش عم بفنوا. هيدي كانت اول حرتقه بحلقه الليله على موضوع داعش. بس بدي اقول انه ارجع اذكر انه هيدي الحرتقه من اختيار المخرج باتريك ساكن بالرابيه ومديره المسرح ريفا ساكنه بالسبتيه. ساعات اللي بدكم شيء تنتقموا من حدا تاخذوا، انا بدلكم على بيتكم، انا بخدكم بايديكم. ساعات اللي بدكم تاخذوا من والله انا ما خصني عن جد. انتبهوا انا مش انه بندم على موضوع نقيته بس انا ما خصني هن الجسم. خلينا ننتقل لحرتقات سريعه. بكل حلقه رح يكون معنا حرتقات سريعه. اول حرتقه اول موضوع كلكم عرفتوا فيه اكيد قرعوا لكم راسكم فيه. الزواج الشهير بين الممثل الامريكي جورج كلوني واللبنانيه امل علم الدين. خلونا نزقف له اول شيء. خلونا اول شيء لحظه 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 هيك مثل جيست من بروجرام حرتقجه شيء تهنيه منا يلا. سلام.
اكيد تهنئه خاصه للممثل الامريكي جورج كلوني من برنامج حرتقجي، اكيد بيكون عم يحضرنا هلا، وكثير هو كثير بحب البرنامج يعني بتابعه من الموسم الاول، كان كثير يحبه ينبسط كثير يضحك. جورج كلوني ما رح ننكت ذات النكت اللي عن الزواج او انحرت ذات الحرته، انه وقت صارت قصه بيسور انه هلا جورج كلوني لانه تجوز وحده من الجبل رح لا ما رح ننكت عليها انه رح شو اسمه لا، بس رح ننكت او رح انحرت كيف جورج كلوني بيصير اذا صار لبناني عن جد. هلا جورج كلوني تجوز لبنانيه وبكره اكيد رح يصير عنده بعض العادات اللبنانيه، واكيد بكره هيتعلم بعض الامور يعني بالنهايه صهر لبنانيه، وعم بيحكي مزبوط ولا لا؟ يعني مثلا جورج كلوني بكره بس يجيب اولاد اكيد رح يقول له لابنه فرجي الهبوره لعمه، لا اكيد اول ما يجيب ولد رح يقول له هيك، اول كلمه بيتعلمها جورج كلوني هلا شو؟ مش عارف حالك مع مين عم تحكي. بعدين جورج كلوني على فكرة أول ما تجوز وحدة لبنانية تاني نهار الصباح قاعد هيك صافي عم بفكر، صار يفكر مثل اللبنانية ذات الشيء، طالع هيك عم بفكر صافين 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 وعم بفكر. قالت له أمل لك شو بيك له جورج شو بيك صار لك ساعة بتفكر؟ قال لها بس عم فكر ميل جيبسون روم ولا موارنة؟ لعن جد دغري صار يفكر مثل اللبنانية. خلص هو أول نهار تجوز، أول نهار تجوز ثاني نهار الصباح وعي اجت امه لامل قالت له شو يا جورج ان شاء الله في شيء على الطريق؟ اول نهار بعده وعي ثاني نهار تجوز ثاني نهار قالت له ان شاء الله في شيء على الطريق؟ قال لا ولا بعد ما لحقنا. قالت له بس لا والبلا مؤاخذه العطل منك ولا منا؟ احلى شيء بجورج كلوني انه كان عنده اشتراك بامريكا، اشتراك سبا، اشتراك جيم، هلا صار عنده اشتراك كهرباء، اشتراك دش، اشتراك بطيخ، لا تغيرت حياته منيح. طيب خلينا نشوف تاني حرتة سريعة، شو الوضع؟ فرجونا. ملكات الجمال اللبنانيات كارين غراوي ورينا شيباني ما استلموا شققهم من الجوائز اللي ربحوهم، عرفتوا فيها؟ سمعتوا فيها؟ قال ما هني ربحوا شقق بالجوائز ما سلموني هون. فأنا حطيت هذه الحرتة بس لنقول إنه شققنا نحن حاضرة لاستقبال الملكات ساعة اللي بدهم. لا صراحة بيناموا عندي يعني بزعل والله. ناجي انت قد ايه عبالك؟ قد ايه بيتك وقد ايه القلب للبيت الصغير بساع الف محب؟ مش عم وديع قد ايه عبالك شرفك؟ مين عبالك ينام عندك اكتر كارين ولا؟ والله يا هشام عم تحرجنا هلا. ايه هاي عين وهي عين 100% وديع، لو بيصحلك تاخد انت الملكات والوصيفة الاولى والوصيفات كله مقولة كمان. حرتقتنا الثالثة صراحة ريتا وعجبتني، انت أداة وجهت لوزيرة الصحة البلجيكية بسبب وزنها، إذا انتبهتوا وزيرة الصحة البلجيكية وجهولها انت أداة لأنها ناصحة، باعتبار انه كيف بدي أفسر لكم، باعتبار انه الوزن الزايد هو دليل عدم صحة، انه كيف بتكون وزيرة صحة إذا هي أصلا بتعاني من سمنة زي لا انه يعني كيف بدي أفسر لكم يعني كأنه يعني كأنه حطوا خالد الظاهر وزير سياحة يعني، أو كأنه حطوا عبد المطلب حناوي وزير شباب. هو وزير شباب. هولي كانوا حرتقاتنا السريعة. بكل حلقة رح يكون عنا أكتر فيديو شاهدوا العالم على سوشيال ميديا على وسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو اليوم هو من شاب اسمه وسام كمال بيصور فيديوهات هو وبيو، اليوم صور فيديو حطه على فيسبوك كيف بيتعلم الشاب بلبنان السواقة مع بيو، هيدا الفيديو أخذ تقريبا ما يفوق 50,000 لايك، خلينا نشوفه سوا. لك شو؟ قوم لعلمك السواقة. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد؟ هلا قلت اوكي. مراياتك كله مزبوطين؟ مزبوط كريستاك؟ ايه كريستاك. لحظة اي الفريم هلا؟ عمهلك في حدا جاي؟ عم بص قرب على اليمين، وقف على اليمين، وقف على اليمين، وقف على اليمين، حط على البارك، حط على البارك، حط ارفع فريم الايد، قوم من ابر انزال، قوم من انزال، ولك قوم من انزال، واللي عمل لك بقول لك عليه بتعمله، تمشي على البنزين على اليمين، عمهلك عمهلك لحس فريم. ايوه كيف يعني لحس فريم؟ لك امراه قطع عمرك ما شايف عم يتعلم؟ لحسه 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 لحسه. في حدا على شمالك؟ لا. واللي عم بيطلع على المرايه زمر له هيدا يا خي، ما بدي زمر له. واللي ما زمر له يا خي بقى واللي ما طالع على الشمال زمر له، انتبه لك زمر له هي عاطي اشاره على الشمال.
وليش عم تعمل؟ ما يبارك كنت صاحبت معي بدي اتعلم كيف بيد وحده سوري. بارك صاحبتك معك سومة العالم هلا خد دفتر بعدين تاخذ صاحبتك. هيك صاحبتك تحط راسها على كتفك مش انت تشيل ايدك عن الدركسيون وتعبطها. بي كيف تعرفت عم دخلك؟ كنت عم لحس فريم لحس له لحس له قال له لحس. لبس فوق 30 سنة. لعلمك الرجعة. لا 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 لعلمك الرجعة قرب. حط أريير حط أر. رجع لك. ولا أر. رجع. جلس لعندك. شو جلس يعني؟ صار لعندك يعني بعد نكزة بس صرنا مرات الطريق على ما هاي صح. حط بارك كيف وقفه هيك. شدي فريم الايد هاي صدق اعوم انت بين انزال بتعمل ما هيك كل مرة هيك ولا مرة هيك بدك جيب لي السكري انت بكفيني كل مرة بتعمل فيه ما تحطوا هذا البقبور سيد بارك ايه يا خيي ما رمزع لك عميصك أكيد كلنا مرقنا بهالمرحلة مع بينا يوما ما نحن عم نتعلم السواقة بس وأكيد كله لحس فريم أكيد كله لحس فريم. هذه كانت فقرة الفيديو الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. كل أسبوع رح يكون معنا فيديو. هالأسبوع كان الفيديو لوسام كمال ويبدو أنه وسام قد يكون مرشح أنه يكون عنده فيديو كل أسبوع أو كل أسبوعين لأنه اسم الله إنتاجه مضحك ودائما عم بياخذ لايكس كتير ومشاهدات كتير. هلأ الفقرة هي لأسوأ 5 تغريدات على تويتر Worst Top 5 Tweets رح نشوفهم سوا. كل أسبوع رح يكون عندنا أسوأ تغريدة بس اليوم جمعنا أسوأ 5 تغريدات بال 2014. شو رأيكم نشوفوا هيدي الفقرة نشوفهم. هاي الفقرة ما بتضحك صراحة هي أكتر بتبكي شوي. خلينا نشوفه سوا يلا. التغريدة الأولى لأمير داعش بلبنان الصحافي شار جبور الصديق بيقول هل داعش ضد النظام السوري؟ نعم. هل داعش ضد إيران؟ نعم. هل داعش ضد حزب الله؟ نعم. إذن أنا مع داعش. هيدي كانت التغريدة عملها الصحافي شال جبور بال 2014 تصلح لتكون 5 أسوأ وحدة. الإعلامية مها نعون بتقول من بعد أحداث عرسان اللي بيفوت على الجيش من المفترض أنه يعرف أنه الشهادة هي ضمن الوظيفة اللي رضي فيها وعم بيقبض معاش بقبيلة كله مدفوع حقه فما حدا يربحنا جميلة. بالنسبة للإعلامية مها عون شهادة الجيش مدفوع حقها. إدوار متري بيقول لبيير جبور ما بعرف هيدا على فيسبوك شيخ بيير معقول هالمسخرة تبع وزير التربية أعطى إفادات وساوى أولادنا ببقية الشعب من الشيعة والسنة اللي ما درسوا ولا تعبوا هيدا الشيء مناسب لنبيه بري وبهية الحريري نشحوا جامعتهم ونحن ما حدا حكي بولادنا قول للحكيم لازم حدا يحكي والله حرام تعب أولادنا. بتركها نو كومنت بتركها برسم اللي عم بيسمعونا اليوم لتشوفوا شو بعد عنا بشعب لبنان العظيم. ماريا معلوف بتقول الزميلة الإعلامية ماريا معلوف بتقول معقول ما في ولا إعلامي من الجيل الحالي يحكي مع العملاق الصديق فيصل القاسمي يقول له أنت على حق في مكان ما هل نحن هل قد نحن غرقانين بانحطاطنا. الزميلة ماريا معلوف بتلاقي أنه تصريح فيصل القاسم الإعلامي بالجزيرة كان على حق بإلا للإعلامية ماريا معلوف خذوا الحكمة من أفواه البوتوكس قاسية طلعت شوي بسيطة. الدكتور فيصل القاسم الإعلامي بقناة الجزيرة بيقول انتصارات إنجازات الجيش اللبناني منذ تأسيسه تصوير كليب مع وائل كفوري تصوير كليب مع نجوى كرم تصوير كليب مع إليسا تصوير كليب مع هيفا حرق مخيمات السوريين في عرسال محمد أبو القاسم. هيدا كان تويت للدكتور فيصل القاسم اللي أخذ كتير ضجة بقول له للإعلامي فيصل القاسم يا ريتك تويت ولا حكيت. هيدي كانت حرتقاتنا السريعة وحرتقاتنا البطيئة أيضا وكل التغريدات اللي حصلنا عليها وأيضا الفيديو الأكثر مشاهدة. حين الوقت أنه نستقبل ضيفنا بحلقة الليلة الضيف الكاميكاز اللي تبرع وضحى بأنه يكون أول ضيف بالحلة الجديدة من حرتقجة The Show. حكينا كثير عن داعش بالحلقة وحكينا كثير عن أمير داعش مين غير أمير فاحش يوقف بوجهن مين هو أمير فاحش؟ أمير فاحش هو The Man With No Limits الممثل الكوميدي الأيكون ماريو باتشيل. شو قلبه قلبي بجماله ما يبستي وين
لكن مشاهدينا الكرام على أنغام شو واثق بحاله شو قلبه قوي بفوتنا ماريو باسيل أمير فاحش. شو هي أمير فاحش؟ شو الكوميدي نايت 300؟ ماريو باسيل شو جديده؟ لوين واصل ماريو باسيل بمسرحيته الجديدة؟ بعد البريك مشاهدينا الكرام يلا